البقسماطي المدور او زي ما بيسموه محلب الافران، مقاديره مظبوطه وجميله. تعالوا بينا نشوف المقادير والطريقه. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. النهارده باذن الله هنعمل المحلب اللي هو البقسماطي المدور بتاع الافران. مكوناته بسيطه وسهل وبيتعمل على طول. بس قبل ما نبدا يا ريت تشرفوني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. دلوقتي معايا كوبايتين دقيق، كوبايه الا ربع ميه، نص كوبايه زيت، معلقه سكر، ذره ملح، معلقه خميره. نبتدي كده على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الاول كوبايه الا ربع ميه، وهنحط الزيت. بسم الله. وهنحط معلقه خميره. ذرة الملح. وهنحط معلقة السكر. ونقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط بقى في على الوش حبة البركة وسمسم. اللي مش حابة حبة البركة ما تحطش. اللي عايزة تحطي حاجة واحدة سمسم أو حبة البركة تحط. وهنحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم الدقيق ونقلبه. لو احتاجت معانا ميه هنديه، ما احتاجتش خلاص، على حسب نوع الدقيق. يا ريت يا حبايبي تشجعوني كده بلايك، اللايك بيساعد في الانتشار. نشيل بقى الحاجة دي من هنا عشان نعرف نشتغل. نحطها على الرخامة عشان نعرف نعجنها. هتاخد حوالي 5 دقايق في العجن. تعجنيها لغاية ما تاخدي عجينة طرية كده وحلوة. العجين في البيت خير يا جماعة، وبيقول ريحته كده جميلة، والحاجة بتبقى بسيطة، ما تستصعبيش حاجة على نفسك، جربي كده، جربي واعملي الحاجة بالمظبوط هتطلع معاكي بإذن الله حلو. بصوا جميلة ازاي وطرية. هنجيب بقى هنا كده، انا عجنتها 5 دقايق كده. هنجيب صينية ونحط فيها شوية زيت ودهنها كويس، وهنحطها في الصينية مش كورة، هنبططها كده مستطيل عشان لما نيجي نخبزها زي البقسماط هنقطع منها كده. هزيد فوق وتحت. وقلبتيها. وسيبها بقى ترتاح. سيبها بقى كده تخمر. نص ساعة ساعة وارجع لها تاني. هنشوف كده الخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي تاني ما شاء الله. هنعمل فيها زي ما بنعمل في البقسماط، هنقطعها شرايح. بسم الله. هنحط
شريحة شريحة نبرمها كده. عايزة بقى التخانية ترفعيها دي براحتك. لما نيجي نسويها بإذن الله هنسخن الفرن وندفي العين اللي من فوق وندفي الشواية ونخلي العين اللي من تحت على نار هادية علشان يقرمش معانا. هنيجي هنا في سمسم وفي حبة البركة، لو حابة تعملي بحاجة واحدة اللي يريحك، حابة تلخبطيهم كده زي اللي يريحك. وهنجيب صوص، هنعمل كده ونروح حاطينها في الصوص. اخلص الباقي وارجع لكم. وندوس كده على السمسم شوية. لو مش عارفة تبرمي كده اقطعي الحتة كده ولفيها حطيها كده وحطيها في الصاج على طول كده تقطعي حتة حتة. كده خلصناهم. هستنى بقى لما يرتاحوا شوية واسخن الفرن وادخلهم يتخبزوا. زي ما قلت لكم احنا هنسخن الفرن وهنطفي العين اللي من فوق وهنشغل اللي من تحت ونخليها نار هادية بعد ما نسخن الفرن علشان يبقى مقرمش. وكده خلصنا البقسماط بتاعنا المدور المحلب. يارب يكون عجبكم. لو عجبكم ياريت لايك وشير واشتراك في القناة. اللايك يا جماعة بيخلي الفيديو ينتشر. يا رب يكون عجبكم. نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مقرمش ازاي؟ جميل. بالهنا والشفا. السلام عليكم.